لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي زياد السنجري. أهلا بكم زياد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بعد سقوط 4 شهداء ونحو 60 جريحا بنيران القوات الحكومية في بغداد فجر اليوم في محاولة لاقتحام ساحة التحرير، تلتها محاولات أخرى. كيف تفسر هذه المحاولات المستميتة لفض ساحة التحرير؟ بداية أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام، وأبارك للعراق فوزه في مباراة منتخب العراق، وأبارك للمتظاهرين فوزهم بدحر القوات الحكومية والميليشيات التي حاولت الاعتداء على ساحة الأحرار واحتلالها والدخول إليها، ولكنهم أبدوا بسالة كبيرة ومواقف رجولية عظيمة، واستطاعوا أن يصدوا تلك القوات الحكومية التي تخشى ما تخشاه يوم غدا، خاصة وأن الآن ساحة التحرير والمناطق القريبة إليها تضج بمئات الألوف من البشر، وربما غدا سنشهد مليونيات في العاصمة الحبيبة بغداد. ولذلك قامت الحكومة بتلك الحركة الاستباقية، ولكنها فشلت على يد ثوار تشرين، ثورة الثوار الكرامة في العراق، ولكنهم للأسف الشديد سقط شهداء من المتظاهرين العزل السلميين، وهذا ديدن الحكومة، وهذا ما نعرفه عن الحكومة التي ما دائما تحاول أن تفض الأمور بطريقة فوضوية، ولم تستطيع أن تعالج مشاكل العراق المتفاقمة، فكيف تستطيع أن تعالج مشكلة المتظاهرين أو مطالب المتظاهرين الواضحة والصريحة بإنهاء هذه العملية السياسية وإنهاء الدور الميليشياوي ودور الأحزاب الذي سيطر على العراق منذ 16 عاما؟ نعم، هذه المطالب التي ما يزال يرفعها المتظاهرون وهم صامدون في الساحة، كيف يفسر هذا الصمود أمام آلة القتل الحكومية؟ اليوم أصبحت حالة وجود وليس حالة صمود. التعبير الأدق بأن اليوم المتظاهرين يريدون الحياة، يريدون العيش بسلام، يريدون أن تكون قيمة إنسانية لهم في هذا العالم. اليوم حالة الوجود تفرض نفسها عليهم، لذلك نجد أن العراقيين يقولون كلمتهم بصدور عالية بشكل صريح جدا بأنهم يجب أن أكون أو لا أكون. لذلك هذه المطالب تتلخص في مطلب واحد، وهو إنهاء الحالة الفوضوية التي يعيش العراق، وإنهاء كافة وجود هذه الأحزاب وميليشياتها، والدور الثانوي للحكومة الحكومة العراقية الحالية أو الحكومات التي سبقتها، حيث لم تستطع أن تقدم أبسط مقومات الحياة، لذلك انتفت الحاجة من المطالب، وأصبح المطلب الوحيد إنهاء الوجود أو النفوذ الإيراني وتلك الأحزاب. رغم هذه المجزرة فجر اليوم، لكن المتظاهرين هناك في ساحة التحرير احتفلوا بإفشال محاولات القوات الأمنية لاقتحام ساحة التحرير. من أين يستمد المتظاهرون هذه الروح العالية؟ سيدتي الفاضلة، لا شك بأن العراقيين وما معروف عنهم حبهم للحياة، فهم أول من علم العالم العجلة والكتابة والرياضيات والفلك، لذلك هم الشعب الذي يستمد قوته رغم الحزن الكبير الذي يخيم على العراق والوضع العراقي. العراقيون يحبون الحياة بالفطرة، لذلك هم سعداء جدا بحالة الثورة التي يشهدها العراق اليوم، سعداء جدا بكسر هيبة تلك الأحزاب، سعداء بسب والمطالب بإنهاء وجود الميليشيات الوقحة التي تسيطر وتهيمن على العراق، سعداء بكسر الهيبة الإيرانية المقدسة، سعداء بإزالة الخطوط الحمراء وانتقاد المرجعيات الدينية التي استولت على القرار العراقي بعد 2003 وحتى إلى قبل قيام هذه الثورة والتي هي من قامت بتشكيل تلك الحكومات الفاسدة المتعاقبة. لذلك يجد العراقيون فرحتهم الكبرى عندما يجدون الضوء في نهاية النفق،
يجدون أن النصر قريب، يجدون بأن الشعب يسطر أبرز الملامح. ولعل أبسط دليل على ذلك هي حالة الإبداع العراقي التي تشهدها ساحة التحرير الآن، من ناحية الإنارة، من ناحية الرسومات، من ناحية التنظيف، من ناحية إدارة المظاهرات بشكل يلفت النظر، وأصبحوا يعطون دروس لكل العالم بكيفية الإيثار، بكيفية تقديم أرواحهم، بكيفية إنقاذ الجرحى، بكيفية تقديم المساعدات المادية اللوجستية. أمهات فقدت أولادها، هي من تذهب الآن إلى ساحة الأحرار، هي من تقول كلمتها بدل ولدها الفقيد. إذا نحن نعيش حالة واحدة كعراقيين، انتهت الطائفية، ماتت دور الأحزاب في تفكيك المجتمع العراقي، وأنهت حالة 16 عام من التشرذم والطائفية والقتل على الهوية. إذا العراق يستعيد عافيته، واليوم بدأ العراق في مساره الصحيح. شكرا لكم الإعلامي زياد سنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.